الحضور ديالي في مدينة أكادير، جيت لداري، جيت عند خوتي، عند حبابي، عند الجمهور ديالي اللي كنت واصل معاه، جيت واحد المهرجان اللي من الفكرة من الأول وأنا أتابعه مع أصدقائي المنظمين على رأسهم الصديق حمزة السبعي اللي كنعتبره مناضل شاب كيبغي هذه المدينة كيحمق عليها، فهم باللي أن الدور ديال الفن والثقافة دور مهم في تنمية أي منطقة، وأكادير بالمؤهلات ديالها السياحية والاقتصادية والبشرية والمادية كذلك عندها جميع المؤهلات باش تكون مدينة باش تحتضن مهرجان كبير وعالمي كمهرجان في طاس. التكريم ديال السي محمد الجم والفنانة الكبيرة نزهر قراقي اللي اشتغلت معهم بجوج هو تكريم للفنان المغربي، تكريم للعطاء، تكريم للسنين من المثابرة ومن الاجتهاد ومن التضحيات. هاد الناس خلاو التاريخ، خلاو من خلال الأعمال ديالهم، الأعمال ديالهم هي اللي غتتكلم عليهم. ما تنساش لأنهم كاين ناس بزاف وفنانة بزاف تأثروا بهم، هما ناس حببوا الجمهور في المسرح وحببوا بزاف الناس عاديين كانوا عاديين، حببهم في التمثيل وحببهم في التشخيص، والآن راهما عفوا على الساحة ممثلين ومعروفين، هما مدارس يقتدى بها دائما وأبدا، كيبقاو أهرام من أهرام الدراما الكوميديا المغربية. مسرحية طالب رغب هي مسرحية كوميدية في ثلاث فصول، كاتبها هو الصديق المبدع يحيى الفندي، ومن تشخيط عبد الربي، والفنانة سكينة دربيل، والفنان الأخ عدنان محجة، ومن إخراج العزيز الغالي المخرج هشام جباري. مسرحية في كوميديا، كنحاولوا ما أمكن أننا ندخلوا الفرحة والابتسامة إلى قلوب الجمهور الحبيب اللي كيلتحق بدور المسرح. كنكونوا سعداء، أي جمهور كنتلاقاو به كنكونوا سعداء من كنبارطاجيو معاه ذاك الابتسامة، ومن كنشوفوا الابتسامة في وجهه كنفرحوا لأن ذاك الابتسامة ما كيكون عندهاش ثمن. بالعكس كاين واحد العودة قوية للجمهور إلى دور المسرح، وربما هو هذا التعطش، ربما لأن الإبهار اللي كانت كيمنحوا الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما بقاش ذاك الابهار. الجمهور اشتاق انه يتلاقى مع الجمهور مع الفنان ديالو مباشره. كنظن اننا النهضه الجايه اللي كاينه غادي تكون من المسرح، لانه ابو هذه قاعده، هو ابو الفنون غيبقى دائما ابو الفنون، ونرجعوا ليه حنا حاجه اليه كفنانين وكجمهور يبقى دائما وابدا. كاين جوج اعمال، كاين فيلم تلفزيون على القناه الاولى، فيلم تلفزيوني على القناه الثانيه، وعمل سينمائي صوره بمدينه فيكيك، ومسرحيه طالب راغب حنا كثيرين بها جوله، وان شاء الله قريبا غادي يكون مسلسل ان شاء الله اللي غنصوروا لفائده قناه الام بي سي. وشوف لكل مجتهد نصيب، وكل واحد عنده هي مساله ارزاق، حتى هما عندهم جانب من الاجتهاد ديالهم، حتى هما كيقلبوا، حتى هما ماشي سهل دير فيديو تمونطي وتخرجوا الناس وتكون عندك مشاهده، غير هي ما تكونش المعيار. ما نساوش هناك معاهد، هناك طلبه كيتخرجوا، راه ما يمكنش على اننا نكرهوهم وما نعطيوهمش فرصه، ونعطيو على الاقل يكون واحد التوازي. الناس من حقهم يشتغلوا، حق الاشتغال وحق الابداع من حق الجميع، لان ضد اننا نقصوا فئة على حساب فئة أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.